فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين، سدا للذريعة وحسما للمادة. نعم، كل ما يتعبد به المشركون فإن هذه الأمة منهية عنه، حسما لمادة الشرك وحسما للتشبه بالكفار، لأن التشبه بالكفار يؤدي إلى اعتقاد ما هم عليه وإلى مشاركتهم في الكفر، فمنع التشبه نفسه هو من سد الوسائل المفضية إلى المحذور. وهذا الدين ولله الحمد كامل، لا يحتاج إلى زيادة ولا إضافات ولا أن يجلب إليه من عبادات غير المسلمين، وإن ظهر لبعض المغرورين استحسان هذا الشيء فإنه مردود وباطل، والإسلام كامل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا حاجة إلى إضافات وزيادات واستحسانات من قبل بعض المخدوعين.